هنتكلم عن عضلة الكتف. هل الكتف معناها هو شولدر؟ مفيش مشكلة، بس الشولدر ده اسم المفصل مش اسم العضلة. يعني الشولدر ده هو المفصل اللي هنا، تمام؟ لكن عضلة الكتف بنسميها دلتويد، يعني الحتة دي اسمها دلتويد. بتنقسم لثلاث حاجات: الانتيريور اللي هي الامامي، واللاترال اللي هو الجانبي، والبوستيريور او الرير دلتويد اللي هو الكتف الخلفي. هناخد حركه لكل عضله منهم، لكل جزء منها. انا هناخد للامامي والجانبي والخلفي بالعربي كده. هناخد تو دامبلز، ماسكين الدامبلز قدامنا وهنطلع بيهم لقدام لحد ما نوصل لمستوى كتفي. اعتقد كده تبقى احسن، يبقى الدامبل وكوعي وكتفي على نفس المستوى. نفسي وانا طالع اطلع نفسي وارجع بالراحه. تاني ناخدها بالزاويه الثانيه، ارجع بالراحه. ممكن تزود الاوزان او ممكن تعمل حاجه اسمها تيمبو. ايه التيمبو ده؟ انت تشتغل بثواني، يعني تطلع في ثانيتين وترجع في اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. طيب التمرينه دي لاني جزء؟ للامامي اللي هي اللي قدام دوت، اللي هو فوق الشيست يعني. طب عايزين نشتغل على الجانبي. هنقف لحد ما يبقى الدمبل وكوعي وكتفي على نفس المستوى. كتير بنلاقي الحركه ديت دي مش صح، الحركه ديت مش صح. الاداء المثالي ان انا طلعت ونزلت. ونخلي بالنا على ريستنا، عشان في ناس بتطلع كده او ناس بتطلع لتحت. لا، احنا مركزين، احنا طالعين كل حاجه على نفس اللاين. والتنفس مع المجهود بطلع نفسي وارجع بالراحه وارجع بالراحه. طب الكتف الخلفي اللي هو ورا ده، اعتقد احسن زاويه ان احنا نيجي من الجنب. اتاكد ان انا ظهري مفرود، الدمبل تحت، هطلع. بلاش رقبتي بقى فوق وتحت، رقبتي على نفس الوضعيه الطبيعيه. طلع نفسي وانا طالع. بلاش الوزن يبقى لورا ولا لقدام بزياده، لا، الوزن بيطلع في نفس المستوى. وارجع بالراحه. وارجع بالراحه. احنا كده تقريبا خدنا الثلاث زوايا بتاعت الكتف، الامامي والجانبي والخلفي. حضرتك لو بتتمرن في البيت او سواء انت كبيجنر، حاول توصل ل 15 عدة في المجموعة الواحدة، وتريح ما بين المجموعة والتانية كمتوسط 45 ثانية، وتعمل أربع مجموعات. يعني مطلوب من حضرتك 12 مجموعة، 3 في 4 12، والراحة ما بين المجموعة والتانية 45 ثانية.